انت حي لكم اريد الفاتحة والحيل. علاقة البصرة مع البحر لم تقتصر على شباك الصيد والسفن، فعند هذه السواحل نشأت الفنون البحرية على يد السفانة. فن النهم أحد هذه الفنون، وقد صار لونا غنائيا بعدما كان يؤديه مغني السفينة النهام لشد أزر البحارة على أعباء العمل خلال رحلات الصيد. إحياء هذا الفن البحري وحمايته من الاندثار في ظل رحيل الرعيل الأول من الفنانين، أخذت على عاتقها فرقة الخيزران تجديد أغنياته من دون المساس بأصالتها. إذا ترجع الأصل الفن هي أهزوجة مستمدة من حياة البحرية قبل اللي كانوا يعيشوها، يعني مثلا أكو نوع من النهم إحنا ننصح له طور، أكو طور من النهم إنه هو بداية الرحلة. الباحثون في التراث يؤكدون أن الجذور الأولى للفنون البحرية تنتمي إلى جغرافية البصرة التي تملك أقدم موانئ المنطقة، لكنهم يشيرون إلى الاختلاف في أدائها عن دول الخليج التي وفدت منها أيضا بعض الفنون. صح أكو بعض الأنواع من عنده، الألوان من عنده، مو عراقية أصل، مثل من البحرين جايتنا، أو جايتنا من نقول مثلا من قطر، هذا إنه إلى صعب، ولا الفن هذا أصلا عراقي. ولأهميتها أصبحت تقام لفنون البحر مسابقات في دول الخليج، مثل جائزة كتارا لفن النهمة التي تنظمها قطر سنويا، وقد فاز العراق